هل النور من اسماء الله تبارك وتعالى؟ هو في اختلاف بين العلماء على ان النور من اسماء الله جل وعلا، ابن القيم يقول بان النور اسم من اسماء الله جل ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى الله نور السماوات والارض، والصحيح الراجح بانه ليس اسما من اسماء الله جل واما تفسير الايه ان الله نور السماوات والارض يعني منور السماوات والارض كما قال ابن مسعود، ليس اسم من اسماء الله جل